السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من ضمن الحلقات الجديدة اللي تكلمت معكم فيها في حلقة حسن كتبي جادجتس للإلكترونيات القناة حقت حسن كتبي، وأنا بصراحة فكرت فيها. في ناس كثير عندهم سيارات جميلة، أول سيارة يحبها، وكل واحد على قد ميزانية على قد ذوقه، بس ناقصة بعض المواصفات بخلا من المصانع أو من على حظ الشخص. فليه ما نرفع المحتوى، نرفع جودة السيارة هذه، المواصفات حقتها الداخلية اللي تساعدك. وشرحت لكم انه في يعني في منتجات حجيبها طالبه اوريدي، طالبه من خارج المملكه جاتني، في منتجات من بعض الوكلاء هنا لقيتها جميله تساعد. فعندنا احنا اليوم في شركه رود ماستر عندهم ثلاثه مرايات ذكيه، الاسعار 250 525 و1250. الاسعار لا تاخذوها حرفيا، لانه في رمضان في عروض خاصه نازله على بعض المنتجات بسعر جدا ممتاز، وفي بعض منها نازل عليها ديسكاونت نسبه محدده لمشاهدين قناه حسن كتبي. هذا اونلاين، لما تدخلوا حنشرح لكم فين تخشوا وحتلاقوا الاسعار كامله باذن الله عليها بالتفصيل. ليش جبت لكم الكاميرا المرايات الذكيه هذه؟ لسبب واحد بسيط. النقطه الاولى الله يسلمكم، خلينا نقول اللي ما عنده كاميرا خلفيه او ما عنده او حابب يكون عنده كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه، الاولى هي موجوده عندنا. هذه من ارخص ما يمكن، من اجمل ما يمكن، تديك حتى وايد انجل 170 درجه و1080 1080 نسبه الهاي ديفينيشن، الاتش دي حقها عاليه الوضوح. هذه بنتكلم على 250 ريال تقريبا. الان 525 ريال نفس الشيء، اللهم فيها شيء ثاني اضافي كمان اللي فيها الله يسلمكم، فيها نافيجيشن، فيها خرائط ملاحه، في حاجة تانية حلوة كمان جدا فيها. لسه هذه البطلة هنا هأخرها شوية لأنه هذه فيها إنترنت وفيها فور، فيها أربعة كواد، خلينا أربعة نواة داخل أو أربعة أدمغة داخلها بتشتغل، بتديك نافيجيشن، بتديك واي فاي، بتديك جي بي إس، بتديك كاميرا أمامية، بتديك كاميرا خلفية، فيها إس دي كارد، بتصور لك كمان. أنت تخلي كمان المشاهدات حقتك تبقى كل 10 ثواني 20 ثانية 30 ثانية، بتاخذ شات صورة بعض وتكمل التصوير فيها الثاني والثالث والرابع، بحيث إنه الطريق قدامك بتصوره كداش كام. نسبة وضوح الرؤية 1080 الكاميرا الأمامية، 720 الكاميرا الخلفية. فيها انا لسه لغايه الحين ما دخلت على الجزء الحلو، الجزء جدا عاجبني، غير انه الكاميرا وغير انه بتساعدك وغير انه فيها تليفون وتفاصيل هذه كامله. اهم نقطتين عجبتني فيها الله يسلمكم، بتدي الكاميرتين المرايتين هذول بتعطيك تنبيه خروج من المسار، وبتعطيك تنبيه اقتراب من السياره اللي امامك بحيث لا سمح الله خطر الاصطدام وشيك قربت كثير من السياره اللي قدامك، فبتديك انذار فيها. فغير انها بتساعدك كمان فيها حاجه ثانيه مميزه، حكايه السيفتي عاليه. فهذه بعض الاشياء البسيطه حنوريكم هي الان كمان بتفصيل اكثر شويه شويه عليها. الان هذه الكاميرا الاولى، طبعا مميزات الكاميرا هذا الله يسلمكم انها سهله التركيب، فيها لها هنا زي مطاط اضافي سهله التركيب على المرايه حقت السياره الاساسيه. في عندنا هنا الاس دي كارد والكهرباء معك الاس دي كارد والازرار التشغيل حقتها، وزي ما احنا شايفين هنا كمان عندنا اهو محل الشاشه. هذه الثانيه زي نفس الحكايه بس اللهم دماغها اكبر شويه، بمعنى زي ما قلنا هنا برضو هنا المايكرو اس دي كارد تحط فيها عشان تسجيل المشاهدات اللي قدامك، طريقه السواقه الظريفه وكل الامور الانسانيه اللي بتصير قدامك في الطريق. وفيها جي بي اس الله يسلمكم، كهرباء، واهي طبعا باين عندنا هنا مسافه المرايه والشاشه، الكاميرا الاماميه والخلفيه عندنا هنا، هنا عندنا اهي الكاميرا حقت السياره كمان الاضافيه. عندنا طبعا هنا كمان الانذار خروج من المسار واقتراب من السياره الاماميه لا سمح الله اذا قربت كثير من السياره قدامك عشان لا تصدم فيها، بتديك كمان ايش انذار ثاني اضافي. الان هذه الكاميرا معانا، واذا في عندنا مثلا هنا فيديو كاميرا، في عندنا التليفون، في عندنا نافيجيشن، عندك الميوزك، التاريخ، انترنت، عندك حتى الفايلات حقتك لو بتحطها موجوده يعني تفحصها موجود عندك، الصوت والراديو وباقي الاعدادات. الان خلينا نخش على الكاميرا الاماميه والخلفيه. هذه عندنا الله يسلمكم الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه هي هنا، وممكن نعكس بين الاثنين كمان. الان عكسنا بين الاثنين، فهذا كمان واحد يقدر يشوف. طبعا هي مجهزه بالكاميرات باربع نويه، اربع نواه، اربع ادمغه داخلتها، واي فاي، جي بي اس، الاندرويد، ويعني ما شاء الله من اجمل ما يمكن حاطينها. ف
هذه يعني بطريقة سهلة جدا، كاميرا إضافية تضيفها على كاميراتك، فيها مميزات إضافية تساعدك في عملية كثير. خلينا نشوف كمان عملية الإنذارات الداخلية والخارجية. طبعا من ضمن المواصفات اللي عندنا حقت الكاميرا والتفاصيل حقتها، في عندنا كمان الله يسلمك مادة الشغل نظام الويندوز زي التابلت، عملية اللمس وكل شيء تفاصيل كاملة عندنا هنا. حتى عندنا الواي فاي، يعني كل الامور اللي انت بتشوفها في التابلت موجوده عندك هنا، اللهم موجوده على الكاميرا. الان مع الشكر لشركه رود ماستر انهم شرحت لهم حكايه الفكره قناه حسن كتبي للجادجتس، وطلبت ايش عندهم منتجات من السوق، ورونا ثلاث اشياء حلوه جميله بحيث انها بتناسب مختلف الميزانيات من 250 ريال 525 ريال ل 1250 ريال. الان اللي يدخل على الموقع حقهم بمناسبه رمضان، ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه سيدنا محمد يا رب، كذا جعل رمضان مبارك ورحمه. ففي عروض على مجموعه مختاره منها، عروض خاصه كذا حلوه. اللي يخش اونلاين، مش الفروع، اللي يخش اونلاين حلاقي عندهم حساباتكم، حتلاقوا حساباتهم في تويتر وانستغرام وفي الموقع هنا، حيوريكم بعض كيف تدخل على القسم حق الشاشات، من الشاشات على العروض الخاصه، ومن العروض الخاصه حتلاقي تقسيم حقها حسب مسند الراس، مثلا شاشه اماميه خلفيه حسب الفئه اللي انت تبغاها، وحتلاقي هناك العروض اللي نازله يعني بمناسبه شهر رمضان والمتابعين قناه حسن كتبي. شكرا لكم ولشركه رود ماستر، وان شاء الله كده تابعونا في اشياء كثير، منتجات جايه حنطلع لكم اياها كلها في قناه حسن كتبي جادجتس.